السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته حياكم الله مشاهدينا الأعزاء في كل مكان أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة وبداية أسبوع إن شاء الله سعيد علينا وعليكم وعلى كل السادة المشاهدين أهلا بكم في حلقة أخبار رواد اليوم على الهواء مباشرة من خلال قناة الرواد الفضائية نقدمه في هذه الحلقة أنا من الصحف الإماراتية نستعرض سويا أخبار المال والأعمال بجانب تقديمنا لحصاد أخبار مجموعة الرواد الأعمال والحلول المتكاملة العديد أيضا من الفقرات والموضوعات المختلفة أهلا ومرحبا بكم حياكم الله واسعد صباحكم من جديد مرحبا بكم مشاهدين الان الى فقره اخبار وموضوعات الرواد اليوم والبدايه كالمعتاد ابرز العناوين مجموعه رواد الاعمال تطلق خدمه برنامج استشارات الاعمال لتطوير الاعمال المؤسسيه ومركز الرواد للتدريب ينشئ منصه للابداع والابتكار في تقديم الاعمال وتطويرها من خلال خدمه برنامج استشارات الاعمال وخدمة برنامج استشارات الأعمال لتطوير الأعمال نظم البرنامج استشارات الأعمال المبنية على دراسات ومعايير وبحوث متخصصه، أيضا مشاهدينا خدمة برنامج استشارات الأعمال أكبر مظلة لبرنامج استشارات الأعمال لتطوير الأعمال الاستراتيجية والاقتصادية والمجتمعية والبيئية. ومشاهدينا خدمة برنامج استشارات الأعمال تطلق بطاقات العضوية في تطوير الأعمال، برنامج استشارات الأعمال واحد لتطوير الأعمال والتميز المؤسسي. نناقش أيضاً نتعرف ضمن موضوع حلقة اليوم على خدمة برنامج استشارات الأعمال. أهلاً بكم إلى التفاصيل. أطلقت مجموعة رواد الأعمال خدمة برنامج استشارات الأعمال لتقديم خدمات برنامج استشارات الأعمال المتميزة وتحليل الفجوات والتعامل مع المشاريع من خلال الرؤى ورؤى. البرامج استشارات الأعمال المبنية على خدمة على جدول الدراسات الاقتصادية وفقا لأحدث الممارسات وليس لنوع الاستشارة من خلال تطبيقات المعايير العامة لخدمة الأعمال لذا تم تقديم خدمة برنامج استشارات الأعمال لكافة الأعمال المؤسسية من خلال نظم البرنامج استشارات الأعمال مبنية على دراسات استراتيجية ومعايير وبحوث متخصصة وذلك من خلال فريق من الخبراء والمختصين الذين ينتمون إلى مجموعة الرواد للأعمال من جانب آخر تقدم هذه الخدمة من خلال تأسيس المشاريع وتقييم الأعمال ووضع الخطط الاستراتيجية والتطويرية للأعمال والتي تعمل على زيادة الإنتاجية الخاصة بالأعمال مشاهدينا أولا قبل البدء في استعراض برنامج خدمة استشارات الأعمال المقدمة من مجموعة رواد الأعمال وهو عبارة عن عدد من الاستشارات في مجالات مختلفة تقدم لقطاع الأعمال وتكون ضمن برنامج وضمن خدمة واحدة هي استشارات الأعمال. نبدأ من مكونات خدمة استشارات الأعمال وهي تعتبر منصة من منصات رواد الإبداع والابتكار. هنالك العديد من الاستشارات التي تقدم ضمن الخدمه اولا استشارات تطوير الاعمال وهي التي تقدم للمؤسسات والمؤسسات وهي الخاصه بالخطط التي تؤدي الى تطوير العمل ونقله من مرحله الى اخرى هناك ايضا استشارات اداريه وهي التي تقدم للادارات المختلفه في المؤسسات والمتعلقه بمجال الموارد البشريه او المجال المالي او استشارات الهيكل الاداري والتخطيط وما الى ذلك وهناك ايضا استشارات اعلاميه وهي التي تتم من خلال خبراء في قناه الرواد الفضائيه ومركز رواد الاعمال للانتاج الفني وتقدم لمراكز وتقدم لمراكز الانتاج الفني والقنوات الفضائيه وكليات الاعلام والعاملين في المجال الاعلامي. واخيرا تقديم مجموعه من الاستشارات المتنوعه الاقتصاديه وهي الخاصه بدراسه الجدوى للمشاريع او المجتمعيه وهي تخص الجوانب المجتمعيه المختلفه. والتي تهم أفراد الأسرة والاستشارات البيئية وهي التي تقدم للمؤسسات والشركات العاملة في مجال البيئة وحتى للباحثين والدارسين في هذا المجال بعد استعراض خطبة برنامج استشارات الأعمال من مجموعة الرواد للأعمال دعونا نذهب مباشرة إلى افتتاحية اليوم التي جاءت تحت نفس العنوان خدمة برنامج استشارات الأعمال رئيس التحرير يحاول من خلالها يتناول دور مجموعة الرواد الأعمال ومركز الرواد للتدريب في تطوير الموارد البشرية وتقديم الاستشارات من خلال خدمة استشارات في إطار بدأ في إطار الاقتصاد المعرفي الذي بدأ يسيطر على مفاصل اقتصاديات الدول بدأت المخرجات المعرفية تطبق في شكل مبادرات ونظم وممارسات من خلال تطبيقات وتطوير الموارد البشرية. للمؤسسات والأفراد فبدأت مجموعة الرواد الأعمال ومن خلال عمودها الفقري مركز الرواد التدريب في تقديم استشارات نوعية ومنهجية متميزة مبنية على الإبداع والابتكار والأفكار وتشكل إضافة حقيقية في منظومة التدريب والاستشارات تواصل افتتاحية وتشير إلى أن خدمة برنامج استشارات الأعمال هي منظومة من الأفكار تم صهرها في بوتقة, في بوتقة واحدة لتعمل وفق منظومة الرواد الذكية على سد الفجوة بين الأداء المؤسسي وتنمية قدرات الموظفين من خلال تطبيقات خدمة برنامج استشارات الأعمال، مسرعات الأداء الوظيفي، الذكاء المهني، والذكاء الوظيفي، وتطبيقات الكلية للتقييم، وأيضا الخطط الاستراتيجية المصغرة، كلها مفاهيم مبنية على ثقافة التمييز والتطبيقات الابتكارية، لذا تعتبر خدمة برنامج استشارات الأعمال هي إحدى مخرجات الاستشارات الذكية، وهي بدورها جزء من منظومة الرواد الذكية والمبنية على منهجية الرواد 5 زائد 1 وهي حصريا لمجموعة الرواد الأعمال حسب وصفه من افتتاحية مشاهدينا نصل نهاية أخبار الموضوعات الرواد اليوم وفاصل قصير ننتقل بعده مباشرة إلى أخبار المال والأعمال ومعرفة حصاد أخبار مجموعة الرواد الأعمال لهذا اليوم اهلا بكم مشاهدينا من جديد اطلقت مجموعه رواد الاعمال اليوم في دبي خدمه برنامج استشارات الاعمال كواحده من اكبر خدمات استشارات متنوعه في مجال استشارات تطوير وتاهيل وتقييم الاعمال في إطار جهودها لتطوير الأعمال أطلقت مجموعة رواد للأعمال خدمة جديدة تضاف إلى الخدمات المختلفة التي ظلت تقدمها المجموعة لمتعامليها في كل مكان وهي خدمة استشارات الاعمال كواحدة من اكبر خدمات الاستشارات المتنوعة والتي تعمل على تقديم استشارات تطوير وتأهيل وتقييم الاعمال عبر منهجية ومفهوم جديدين في عالم المال والاعمال. رحب مركز رواد التدريب بخدمة برنامج استشارات الاعمال واعرب عن تفاؤله بان كافة خدمات البرنامج استشارات الاعمال في مجموعة رواد الاعمال اصبحت تحت مظله برنامج استشارات اعمال استشارات واحد يحتوي على العديد من الاستشارات في مجالات مختلفه ضمن منظومة عمل مجموعة الرواد للأعمال، رحب مركز الرواد للتدريب بخدمة برنامج استشارات الأعمال التي تم إطلاقها مؤخراً، وقد أعرب مسؤول البرامج التدريبية في المركز عن تفاؤله بنجاح الخدمة، معتبراً أن وجود كافة برامج الاستشارات الخاصة بالأعمال تحت مظلة واحدة تسهل من عملية طلب الاستشارات، وتزيد من الفوائد المقدمة من قبل المجموعة للمتعاملين، وأكد استعداد المركز لتقديم الاستشارات الخاصة بالبرامج التدريبية المختلفة والتنمية البشرية. في ذات الإطار أعلنت مؤسسة موارد للتوظيف عن انضمام كافة الاستشارات الخاصة بتوظيف الموارد البشرية في خدمة برنامج استشارات الأعمال وذلك لتحقيق مزيد من فعالية الأداء. ضمن خدمة استشارات الأعمال التي تأتي من مجموعة الرواد للأعمال أعلنت مؤسسة موارد للتوظيف عن انضمام كافة الاستشارات الخاصة بتوظيف الموارد البشرية في خدمة برنامج استشارات المقدمة للشركات وأصحاب العمل الباحثين عن موارد بشرية والجدير بالذكر أن مؤسسة موارد للتوظيف لديها العديد من الخدمات التي تقدمها بواسطة فريق عمل مؤهل ومدرب ذكر مركز الرواد للأعمال الإنتاج الفني بعد الانتهاء من كافة التصميمات والأفكار المبتكرة للحملات الترويجية والتسويقية المختصة بخدمة برنامج استشارات الأعمال. جانب آخر أكد مسؤول العملية التسويقية أن مشروع خدمة برنامج استشارات الأعمال من أكبر المشاريع التي تنفذها مجموعة رواد الأعمال في مجال استشارات تطوير الأعمال. في اخبارنا ايضا عقدت قناه الرواد الفضائيه سلسله من الاجتماعات مؤخرا مع ممثلين من مركز الرواد التدريب ومركز الرواد الاعمال للانتاج الفني وذلك لبروره الافكار وتحديد الرؤى الخاصه بعمليات البحوث التسويقيه مع تحديد القطاعات المستهدفه لخدمه برنامج استشارات الاعمال والعديد من الخدمات المختلفه الاخرى. شاهدنا هذه الحلقه متواصله معكم وفيها العديد من الفقرات والموضوعات المختلفه ولكن بعد فاصل قصير ارجو ان تبقوا معنا. اهلا ومرحبا بكم مشاهدينا من جديد عبر قناه الرواد الفضائيه نواصل تقديم الفقرات المختلفه لاخبار رواد اليوم والان دعونا نتوقف ونلقي نظره على احوال الطقس ودرجات الحراره الدنيا والعليا ونسب الرطوبه المسجله في دوله الامارات العربيه المتحده لهذا الصباح مرحبا بكم من جديد مشاهدينا الان وصلنا للفقره الرئيسيه في حلقه ال... وصلنا عفوا الى الفقره الرئيسيه في حلقه اليوم وهي فقره موضوع اليوم بعد هذا الفاصل اهلا بكم مشاهدينا الان الى الفقره الرئيسيه في حلقه اليوم وهي فقره موضوع اليوم نناقش من خلالها خدمة برنامج استشارات الأعمال دائما ما تسعى قطاعات الأعمال المختلفة للتطوير وترقية الأداء وتجويد العمل من خلال العديد من الطرق المختلفة، ومن ضمنها هي الاحتياج أو تحتاج الشركات إلى استشارات في مجالات عملها المختلفة لتساعدها في تصحيح المسار والمضي قدما نحو النجاح، ولكن من يستطيع تقديم تلك الاستشارات بفعالية كبيرة؟ وما هي الأساسيات لتطبيق الاستشارات المختلفة التي تحتاج إليها الشركات والمؤسسات؟ وأيضا ما هي المعايير الخاصة بتقديم الاستشارات للشركات والمؤسسات في مجالات عملها؟ وهل كل الاستشارات التي تقدم يمكن ان يستفاد منها ام لا؟ هذا ما سنتعرف عليه من خلال المخططات التاليه ودعونا نبدا اولا بالتحليل لخدمه برنامج استشارات الاعمال لتطوير الاعمال في المؤسسات والتي تاتيكم من مجموعه رواد الاعمال. هنا يتم تحليل العديد من النقاط في المؤسسات وايضا العديد من القطاعات المختلفه التي تقدم فيها الاستشارات مثل قطاع الصحه والسلامه والبيئه والاستشارات الاسريه واستشارات تطوير الاعمال. نبدا مشاهدينا من تحليل الفجوه الموجوده ويجب ايضا معرفه وضع الشركه او المؤسسه التي يراد تقديم الاستشارات لها وناتي بعد ذلك الى الفتره الزمنيه ويتم تحليل الفتره الزمنيه والتي تحتاج اليها المؤسسه للعمل الاستشارات وايضا يتم معرفة الفترة الزمنية للنشاط الموجود في الشركة مثلا مثل تعمل الشركة منذ أربعة سنوات في مجال الاستيراد والتصدير وغيرها يجب تحليل ومعرفه المعايير المستخدمه في مجال تطوير العمل في الشركه او المؤسسه من خلال عده طرق واخيرا تحليل المسرعات ومعرفه المسرعات المستخدمه في العمل في الشركه او الاعمال بصوره عامه والتي تعمل على سرعه انجاز المهام والمعروف دائما ان انجاز العمل مرتبط بشكل كبير بالوقت من التحليل ننتقل إلى تقييم خدمة برنامج استشارات الأعمال وهنا يتم تقييم العديد من العناصر المرتبطة بالشركات والمؤسسات، أولاً يتم تقييم المبدئي للشركة وهنا يتم تحديد الرؤية العامة ومعرفة التوجه وما إلى ذلك وأيضاً يتم تقييم الشركة من حيث الأصول وأيضاً من حيث التوجهات ومن حيث حجم العمل للشركة، بعد ذلك نأتي إلى تقييم الأهداف ومعرفة هل الأهداف الموجودة تخدم المؤسسة. وتعمل على تطوير انشطتها المختلفه وايضا تقييم الطرق المتبعه لتحقيق تلك الاهداف. هنالك ايضا تقييم النتائج التي تم الحصول عليها من التحليل الذي تم للمؤسسه سابقا وايضا نتائج التقييم المبدئي الذي تم في المرحله السابقه. واخيرا يتم تقييم الكلي للمؤسسه ومع بمختلف عناصره بما فيها برنامج العمل والاستشاره وذلك من اجل الحصول على نتائج كليه. تساعد في تطبيق الاستشارة التي قدمت للمؤسسة أو الشركة من التقييم مشاهدينا نأتي إلى عن برنامج استشارات الأعمال وهو الذي يمهد لمرحلة التطبيق للاستشارات ويتم دائما كتابة تقرير عن نتائج الدراسة والتقييم للمؤسسات والشركات ويعتبر التقرير كخارطة عمل يتم تنفيذها في تلك الأعمال عن طريق تطبيق المعايير أولا يتم تطبيق وعمل تقريرا لدراسه السوق لماذا لانه يجب معرفه وضع السوق والمنافسين ومتطلبات السوق قبل البدء في تطبيق اي برنامج لتطوير المنتج او الخدمه في المؤسسات يتم ايضا تطبيق معايير الجوده ويجب ان يتم تطبق كافه معايير الجوده العالميه مثل الايزو عن طريق منصه للجوده تكون موجوده في المؤسسات وذلك لضمان تطوير الاعمال وتقديم خدمات ذات مستوى عال للمتعاملين، يتم ايضا تطبيق او تقديم استشارات في مجال الجوده من خلال الخدمه، ناتي ايضا الى تطبيق المهارات الموجوده لدى الموظفين وهنالك العديد من المهارات التي يمكن استخدامها في تطوير العمل في المؤسسات والشركات المختلفه. الاستراتيجيات هي اخر مراحل التطبيق ويجب تطبيق استراتيجيات تعمل على تطوير العمل في المؤسسات ويتم تقديم استشارات خاصه بوضع الخطط الاستراتيجيه من خلال منصة التخطيط الاستراتيجي لدى مجموعه الرواد للاعمال مشاهدينا يمكننا ان نقول في الختام ان خدمه برنامج استشارات الاعمال هي عباره عن خدمه مقدمه من مجموعه الرواد للاعمال وتعمل على تقديم الاستشارات في مختلف المجالات وتضم الخدمه العديد من الاستشارات التي تقدم بواسطه فريق من الخبراء في مجموعه الرواد للاعمال وذلك للمساعده الشركات على تطوير اعمالها المختلفه وتحسين ادائها يمكنكم الحصول على التفاصيل على أي. مشاهدينا وصلنا لنهاية حلقة اليوم من خلال حاولنا من خلالها معرفة تفاصيل عن خدمة برنامج استشارات الأعمال بجانب قراءة من الصحف الإماراتية الصادرة صباح اليوم أخبار المال والأعمال أيضا كانت حاضرة معنا حتى المنطقة في حلقة جديدة تقبلوا تحياتي عمر نور الدين وتحايا فريق العمل المزيد تجدونه على rgroup.ae كما يمكنكم متابعة البث الحي للقناة على الموقع ذاته تواصلوا معنا على الرواد تي في على اليوتيوب وأيضا على الفيسبوك شاهدوا حلقتنا على اليوتيوب وتواصلوا معنا عبر الفيسبوك وتويتر إلى اللقاء في أمان الله حتى الملتقى في حلقة جديدة أترككم في حفظ الله ورعايته